كشفت دراسة أكاديمية عن القنوات الفضائية وقوانين الإعلام عن تعرض قناة سهيل الفضائية لأكثر من 19% من إجمالي الانتهاكات التي طالت القنوات الفضائية العاملة في اليمن. وحصرت الدراسة التي قام بها الباحث اليمني المحامي أحمد أحسن حسين رعدان، وحصل بها على درجة الدكتوراه بامتياز، حصرت عددا 27 انتهاكا تعرضت له القناة، تنوعت بين الاعتقالات والاعتداء بالضرب على مراسليها ومصوريها والتهديد واقتحامات لمكاتبها ومصادرة معداتها ومنعها وعرقلتها من العمل.